الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بتفسير سورة الأعلى. إن شاء الله في كل مجلس نشرح سورة واحدة، السور أصبحت قصيرة وصغيرة، ومهما صغرت فلن نشرح أكثر من سورة في مجلس واحد بإذن الله تعالى، لأن الهدف من تفسير هذه السور يعني مع قصرها وصغر حجمها هو التأكيد على الغاية التي من أجلها يعني أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا مما يجب يعني إدراكه في هذه المسألة أن السور هذه التي نقرأها التي بين أيدينا في جزء عامة معظمها نزل جملة واحدة، بمعنى أن السورة لم تنزل مفرقة. السور الأخرى في الأجزاء الأخرى الذات الطويلة كسورة النساء مثلا أو آل عمران أو غيرها من السور الأطول نزلت متفرقة، لم تنزل جملة واحدة أو دفعة واحدة، لكن سور الجزء عامة بشكل عام الجزء 30 هذه السور نزلت يعني هي سورة قصيرة، لا يعني ما تستاهل تنزل دفعتين، هي أصلا تنزل دفعة واحدة إلا بعض منها، ومن أجل هذا يعني أشير إلى السورة التي نزلت متفرقة، نزلت هذا الجزء نزل منها في البداية ثم هذا الجزء أكمل فيما بعد. أما سورة الأعلى فليست من هذه السور، ولا الطارق قبلها ولا حتى البروج، هذه كلها نزلت دفعة واحدة، وما قبلها من أول الجزء أيضا من سورة النبأ وصولا إلى هنا كل هذه السور لما نزلت نزلت جملة واحدة، وهناك بعض السور التي كان فيها بعض التفرقة في النزول. جزء عامة أو الجزء 30 جزء والآخر جزء من في القرآن الكريم، وهو عندي هو أهم الأجزاء وقيمها، لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها كل القضايا المهمة في الدين، اختصر لك الدين كله في جزء واحد حتى يسهل علينا وييسر لنا حسن فهم الدين وحسن تطبيقه. وهو مقسم إلى محاور أربعة. المحور الأول المكون من السور الثلاث الأولى، سورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبسة، هذه السور الثلاث المحور الأول قضايا الدين الكبرى، وقد أكدت على هذه المسألة مرارا حتى يعني تستوعبوها. لا أقصد بالدين أي الإسلام، أقصد بالدين معنى التدين، معنى أن تدين لخالق بشيء. كل إنسان منا له دين، بمعنى له أسلوب، له قانون يحكمه. ففي اللغة تقول أدين لك، يعني أدين لله بكذا أو أدين له بكذا، من معنى الدين يعني مستحق عليك، أمر يعني مستحق عليك. فقضايا التدين تحتاج إلى مقومات مجموعة في هذه السور الثلاث، تحتاج إلى أن تعرف من هو الخالق وماذا يريد، وهذا هو يعني سورة النبأ تحدثنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى لكونه وخلقه. ثم عليك أن تعرف ماذا عندك أنت، ماذا عليك تقديمه، ما هي الصعوبات والمشقات، وما هي المطية. وهذه سورة النازعات تتحدث عن النفس يعني وأنواعها ومشكلات، وهذا يعني هو أسلوبك في الوصول إلى الله، وهو الذي يمنعك من الوصول إلى الله، هو شيء واحد في النفس. ثم تحتاج إلى منظومة أخلاقية تحيا بها، وهذا كان سورة عبسة. ثم المحور الثاني محور يعني عندي هو لعله أهم من أهم المحاور في القرآن كله، يتحدث عن الاختيار وعن حرية الاختيار، ويمر سبحانه وتعالى لنا على خمس سور، في كل سورة يتحدث فيها عن الاختيار من يعني من زاوية مختلفة. ففي التكوير أكد لنا أن الاختيار هذا يعني عطية إلهية، وهي منحة ربانية الله سبحانه وتعالى استأمننا عليها. ثم في الانفطار أكد لنا أن الاختيار هذا نحن مسؤولون عنه ومحاسبون عليه. ثم في المطففين أكد لنا أن الاختيارات هذه لها عواقب في الدنيا والآخرة، وأنها كلها مسجلة بدقة شديدة. وأن ثم في سورة الانشقاق علمنا أن هامش الاختيار هذا هامش بسيط جدا، هناك قضايا كثيرة لا نختارها، وبالتالي إذا كان هامش الاختيار دقيقا وصغيرا وجب أن تكون هذه الاختيارات أكثر دقة، ووجب أن تكون عن علم، لأن الاختيارات بسيطة عددها صغير بالمقارنة بالأمور التي لا تختارها. ثم في سورة البروج علمنا أن السلبية وعدم فعل شيء أيضا اختيار، وأنك إذا أمرت ونفذت هذا أيضا اختيار، حتى تختم يعني يختم هذا المحور. ثم افتتحنا المحور الثالث محور الأدوات،
الله سبحانه وتعالى يعد علينا 7 أدوات نحتاجها في سيرنا إليه سبحانه وتعالى، أدوات نحتاجها حتى نصل إلى الله، حتى نحيا حياتنا كما يحب ويرضى جل جلاله. فكان أول هذه الأدوات في سورة الطارق التوكل، وقد شرحنا هذا الأمر يعني المرة الماضية بشيء من التفصيل. التوكل بمعنى أن تعلم أن الأمور ليست بيدك، أن القضايا خارج سيطرتك، فاعمل الذي عليك. مدام الأمر هكذا، يعني التوكل هذا معناه أن تبذل كامل الجهد مع العلم أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على الكل، وترضى بما يحدث، ترضى بالنتيجة. وهذا هو المعنى الذي يعني تعلمناه في سورة الطارق، واليوم نبدأ بسورة الأعلى. والأعلى من السور يعني المميزة في القرآن، ووجب يعني واجب علينا إذا ما شرحنا سورة يعني تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أكد عليها وأكثر من قراءتها وأمرنا بقراءتها، فعلينا أن نميز هذه السورة في التعامل. فكان عليه الصلاة والسلام دائما يعني كثيرا ما يتلو الأعلى والغاشية في الجمع في الجمعات، وكثيرا ما كان يتلوها في الأعياد يعني في صلوات العيد يعني والصلوات التي يجتمع فيها الناس. ومما روي يعني في صحيح مسلم، والحديث هو يعني للفائدة وإن كان ليس يعني مقصود منه سورة الأعلى لكن للفائدة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العشاء بالصحابة، فكان النظام القائم أن الصحابة يصلون العشاء خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج منهم بعث مجموعة من الصحابة يذهبون إلى المساجد الصغرى يعني المتوزعة في أطراف المدينة، يؤمون الناس يصلون بهم العشاء. هذا كان الأسلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء والصحابة يأتمون به، ينهي العشاء، يلا السلام عليكم، كل واحد يروح بيته عشان يناموا أو يعملوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يروح البيت، والصحابة الآخرون الصغار بالذات الشباب منهم المتحمس الذي كان يعني يطلب العلم ويريد أن يعني يقود، فكان يذهب إلى المصليات الصغيرة الموجودة المتوزعة في المدينة فيؤم الناس لقلة من كان يحفظ القرآن ويجيد يعني قراءته. فكان من جملتهم طبعا زيد بن ثابت، وكان من جملتهم يعني علي بن أبي طالب، وكان من جملتهم أيضا معاذ بن جبل الذي يعني هو يعني المحور بطل القصة. فمعاذ راح صلى بالناس، فمعاذ ما شاء الله طبعا حافظ يعني السور الطويلة، فهو يعني هيك متحمس وقف في العشاء، فالله يعطي العافية يعني هيك جاد على الحاضرين بصفحتين ثلاثة. ففي رجل يعني فلاح اسمه سليم، فهذا يعني هذا الرجل يعني وقف نطر أول يعني صفحة طول باله، نطر ثاني صفحة طول باله، بس بلش بالثالثة سلم وراح صلى لحاله وحمل حاله ومشي على بيته يعني. فلما انقضت الصلاة قال أحدهم لمعاذ: ألا إن فلانا قد نافق. يعني هو النفاق له كان يعني أدلة في ذلك الزمان، أن تنصرف عن الجماعة آية من آيات النفاق عند الصحابة عند ذلك الجيل الأعظم. كان يعني التخلي عن الجماعة يعني كان آية من آيات النفاق والعياذ بالله، لازم تبقى مع الجماعة. فهذا رجل تخلى عن الجماعة وذهب، فنودي يعني ناداه يعني فقال معاذ: ألا إن يعني ألا إن هذا آية من آيات النفاق ولا ينبغي. وقال كلاما إنه إيش هذا، عيب يعني كيف يمشي. فراح اللي الله يجزي الخير اللي كلمه راح بلغ سليمان: والله هيك قال عنك معاذ اليوم. فقال: يعني هو يقول عني كذا، والله يعني لأشكونه إلى رسول الله. فرجع الرجل الله يهديك قال لمعاذ هيك قال، فقال: يشكوني، والله لأشكونه أنا إلى رسول الله. فتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يشكو الآخر. فدخل معاذ يقول: يا رسول الله، فلان يعني سليم هذا فعل كذا وكذا يشكوه. فقال: ما خبرك يا أخ العرب، ما خبرك، ما صنعت؟ قال: ألا إننا أناسا يعني نعمل في الأرض، نحرث في الأرض يعني، ويصلي عندك معاذ العشاء الآخرة، ثم يأتي إلينا وقد تأخر الوقت فيطيل علينا ويتعبنا، يروح يعني سلخنا يعني 3-4 صفحات في الركعة، وأنا مش قادر أوقف على حيلي، بدي أروح نام من شغل الساعة 4 الصبح، فيطيل علينا ويشق علينا يا رسول الله. فطبعا معاذ يعني معتبر إنه شو هالحجي الفاضي وشو هالكلام اللي بلا طعمي، تحمد حالك وقطعت يعني الجماعة. قطع الجماعة مصيبة يعني، ما تقطع الجماعة إلا لضرورة قصوى، قطعها لأنك تعبتني خلقت لك صفحة زيادة يعني. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو غاضب يعني في وجهه قد عرف الغضب. معاذ عرف حاله تبهدل من أبن يحكي النبي عليه الصلاة والسلام ويش النبي عرف حاله العامة والغلطنا. فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ،
أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ ذكر هاتين السورتين. وإيش روحت تصلي عندهم؟ يقرأ سبح اسم ربك، إيش بتأخذ معك يعني دقيقتين وتمشي؟ ثم من تكملة الحديث يعني هذا طبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشاهد أنه كان إذا يعني أراد أن يعني يتحدث عن سورة يعني أو يقرأ سورة في يعني في صلاة، ما كان يختار الأعلى، وكان يكثر من قراءتها ويأمر بقراءتها عليه الصلاة والسلام لأهمية السورة يعني. لكن مما يعني نتم به القصة يعني كون ذكرناها يعني، في يتحدث هو النبي عليه الصلاة والسلام مع سليم هذا يعني يكمل الحديث، فسليم لا حاله يعني فايز المعركة، فقال لي كمل كمان يعني، كمان ظبطت معاي هاي لا ظبط. قال وهذا معاذ إذا دعا يا رسول الله يعني يكثر من الدعاء يعني، كمان لما يدعي ما بيوقف، بيضل يعني هيك ماسك الموضوع ماشي فيه. فقال والله يا رسول الله يعني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. لما بلش تدعي دندنة يعني هو تكرار الكلام يعني معنى هذا الكلمة في اللغة من تكرار الكلام. فقال لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، سنزلين لدعاء اللهم كذا وما فهمين عليكم شيء نحن. فقال يا سليم ما تقول أنت لما تدعي أنت شو بتقول؟ فقال أقول اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار. فقال يا سليم أنا ومعاذ حولها ندندن، نحن كل الموضوع حوالينها كلمتين هذول صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا هو المعنى يعني الذي أردت إيصاله. فسورة الأعلى سورة مشهورة في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءتها، وهي من السور المبكرة، أي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في العهد الأول في السنتين الأول من بعثته عليه الصلاة والسلام. وكثير من هذه السور من الطارق لليل كثير منها نزلت في العهد الأول، نزلت مبكرة جدا، لأنها أدوات سيستخدمها رسول الله وسيستخدمها الصحابة في مواجهة الحياة، في مجابهة الحياة. الأمور التي تتحدث عنها هذه السور لا تجدها يعني خارج الإسلام، هي قضايا مختصة في الدين كجزء من الدين، في قيم إسلامية طبعا هي موجودة في الحياة بشكل عام، يعني الكرم والعطاء والصبر يعني، أو الكرم والعطاء والأمانة والصدق، هذه أمور هي يعني قيم مشهورة عند البشر، لا تحتاج أن تكون مسلما حتى تتمسك بها. لكن هناك قضايا هي دينية بامتياز، يعني هي كلمات دينية. سورة الطارق الأسبوع الماضي المعنى كان فيها التوكل. التوكل كلمة لا معنى لها خارج إطار الدين، لو أزلت الدين التوكل كلمة ليس لها معنى، ليس لها دلالة. كلمة وكلة لها معنى واضح في اللغة، وتستخدم في بعض الأمور في القانون مثلا، في يعني لها استخدامات. اما في اسلوب حياه، ان يكون اسلوب حياتك انك متوكل، فهذا معنى ديني تحتاج فيه ان تكون تؤمن بالله اصلا، والا ما لا معنى للكلمه اساسا. واليوم سوره الاعلى ايضا تشرح لنا معنى دينيا بامتياز، معنى لا وجود له خارج يعني اطار الدين بشكل عام. الاعلى المحور الذي تدور حوله هي الكلمه الاولى في السوره، تتحدث عن قضيه التسبيح. وانا عارف الان عقلك مباشره يعني انتقل الى يعني منظر انسان يعني يعمل كده في حاجه طويله هيك يعني دندل لتحت هيك يعني ابو 100,000 حبه، ولا واحد قاعد بيعمل هيك، وهذا لا باس به، هذا صحيح. ولكن معنى التسبيح الاصلي لم يكن كذلك. التسبيح له معنى اصيل يعني خارج قضيه الذكر الذي نعرفه، وهذا والذي ساشرحه اليوم لا يقلل من قيمه الذكر. الذكر من القضايا يعني من العبادات الشرعيه التي هي في منتهى الاهميه بلا شك اذا استخدمت بشكل صحيح في مجالها. لكن التسبيح كمفهوم كمبدا التسبيح كمبدا يعني يحيا به الإنسان أو يعقله الإنسان، هنا القضية. يعني لو واحد سبح ربه 1,000,000 مرة وهو لم يعقل المبدأ، واحد قالها مرة واحدة فهمها، لكان الذي قالها مرة واحدة فاهم يعني مستوعبا لها خير من اللي بيقول سبحان الله بس ما فاهم ايش يعني سبحان الله، وما هي دلالات سبحان الله، وما هي الفائدة من قولك سبحان الله، وأين يجب أن يظهر فيك معنى سبحان الله. يعني إذا قلت هذه الكلمة مفروض تظهر عليك بعض الأمور في حياتك، يتوضح أنت فاهم إيش يعني كلمة سبحان الله. نحن طبعا هي كلمة تستخدم للتعجب، صح، هي للتعجب، مجرد التعجب، وهذا أسوأ استخدام ممكن أتخيله لكلمة سبحان الله. إن نشوف حاجة عجيبة فنقول سبحان الله،
إنه مش فاهمين نحن إيش الطبخة نهائيا. المعنى هو يعني أعمق من هذا بكثير، واستخداماته عند الإنس يعني عند المسلم يعني مختلفة عن ذلك. فنبدأ إن شاء الله القراءة ثم أشرح لكم المسألة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. فانتبهوا أنه مش سبح باسمي أو سبح اسم أو سبح اسمي، هي سبح اسم. تمام، الألف في كلمة اسم إذا نظرت إليها عليها هاي يعني رأس الحنش الصغير هذا الصلي، هذه الهمزة الموصولة. الهمزة الموصولة هذه إذا قرأنا القرآن يعني إذا قرأنا الكلمة بوصلها بما قبلها تزول كأنها مش موجودة، تروح من الحاء المكسورة إلى السين الساكنة. سبي حسمة، هكذا سبي حسمة، ما يبقى أثر للألف إذا قرأناها موصولة. لو وقفت عند كلمة سبح وقلت لك أكمل لقلت اسمة، الآن أصبحت همزة قطع عليها كسرة، لكن لما نقرأها يعني وصلاً تزول هذه الألف تمام، هذه الهمزة لا تبقى، فتصبح سبح اسم ربك الأعلى. وهذا طبعاً واضح عند يعني الكبار، لكن عند يعني عند الصغير لما تعلم الطفل دائماً يتغلب فيها هذه ما يفهمها، هو شايف ألف وأنت مش بتقول ألف، فبيختار يخترع يا بيحط الألف غصب عنك سبح اسمه، يا بيحشد باء مشان يسهل على حاله سبح باسمي، هي سبح اسمه. وطبعا الاختلاف ليش ذكرتها، الاختلاف ما بين سبح باسمي وسبح اسمه وسبح يعني بدون هذه القضايا مختلفة، هذه كل واحدة لها دلالة مختلفة تماما في المعنى، يعني من أجل هذا ذكرت القضية. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء. وهذا هو المقطع الأول من سورة الأعلى، سميت السورة بالأعلى لأن هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه اسم الله الأعلى. ولو قلت لي لا بل ذكر اسم الله الأعلى في سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لقلت لك بل هذه صفة، الأعلى هنا ليست اسما من أسماء الله وإنما هذه صفة، سواء وصفنا بها الوجه أو وصفنا به الربوبية لكان صفة، لكن هنا ذكرت على أنها اسما، على أنها اسم من أسمائه العظمى سبحانه وتعالى، فهو يعني فهو الأعلى جل جلاله. وهذا طبعا استخدامه عندنا يومي، نحن نستخدم اسم الله الأعلى في السجود يعني كم مرة، عدد كبير من المرات يومي، هنا حوالي 34 مرة يعني تسجد فتقول سبحان ربي الأعلى، فذكرك واستخدامك لهذا من أجل هذه السورة مهمة، لكن أنت أصلا تستخدمها يوميا، فإذا فهمها صح فما عندك مشكلة، وإذا مش فهمها صح إذا أنت بتقول كلام أنت مش مستوعبه يعني بشكل صحيح. فما معنى التسبيح؟ فالتسبيح هو عمليا لغة قبل ظهور الإسلام، التسبيح جاي من معنى السباحة، يعني والإنسان إذا سبح يعني يحرك بيديه يعني تحريكات كثيرة متكررة، تمام؟ فأخذ هذا المعنى وقيس يعني مجازا في الكلام، فإذا سبحت بشيء يعني ذكرته ذكرا كثيرا، يعني ونحن نستخدمها حتى في اللغة يعني في العامية أحيانا، إنه هو ماسك الموضوع بيسبح فيه، شو بيقصد؟ إنه ما يعني مستلم هالقضية هاي تقول ما حصل غيرها، نجل يذكرها صبح ومساء قدامنا مسبح فيها، يعني ومن كثرة ذكرها، والسابح يكثر من يعني نفس من تكرار نفس الحركة حتى ما يغرق ويموت، فالتسبيح لغة هو بهذا المعنى. ثم انتقل معنى التسبيح في الدين والشرعي اصطلاحا إلى أن يصبح المعنى تنزيه عن النقص والتنزيه عن العلة، إنك تقول إذا سبحت فقلت سبح أو أسبح الله، إذن أنزهه عن أن يكون فيه نقص، أنزهه عن أن يكون فيه خطأ، أنزهه عن الوقوع في العلل سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة سبحان الله، هذا طبعا اشتقاق
على وزن فعلان، هو بمعنى الفعلي وإن كان من الأسماء. هذا موضوع لغوي ما بدي أعقده عليكم، لكن هذا هو الاشتقاق، وهو بمعنى أسبح. يعني إذا قلت سبحان الله المعنى يوازي تماما أسبح الله باختلاف واحد، أن سبحان اسم وأسبح فعل. طيب إيش الفرق باللغة بين الأسماء والأفعال فيها الاستخدامات؟ إذا استخدمت الفعل فإذا أفيد بالفعل تكرار الأمر، وأفيد فيه التغير أيضا، يعني حصل مرة قد يحصل مرة ثانية قد ما يحصلش. إذا استخدمت الاسم أصبح الأمر ثابتا، تمام؟ إذا استخدمت الاسم أصبح هذا الأمر ثابت. إذا قلت فلان لاعب وفلان يلعب، فلان يلعب عقلك أنه هاللعب يلعب، بعد شوي راح يبطل. قلت لك فلان لاعب، إذن مهنته لاعب، هو حياته كلها لاعب، أنت ما عندك مشكلة، الأمر ثابت، وقع عليه الأمر بوضوح، تمام؟ هذه مهنة وهذه مهمة وما بيعملش حاجة ثانية. فلان يلعب يعني بيلعب الآن، ربما بعد شوية يبطل يلعب، يعني قضية ثانوية. فإذا قلنا أسبح الله، إذا أنا الآن أسبحه، لا أدري فيما بعد إذا كنت سأستمر بالتسبيح أو لا. أما سبحان الله أي أن هذا المبدأ، أن هذا المبدأ ملتزم، يعني ملزمين به تجاهه سبحانه، ملزمون به تجاهه سبحانه وتعالى، قضية ثابتة متعلقة به لا تتغير. سبحانه ما بيتغير الموضوع، مش أسبحه اليوم وبكرة بعدين بنشوفه على حسب شو بيصير، لا، هو سبحانه سواء أنا أعجبني أو لم يعجبني. وهنا نبدأ نفهم المسألة التسبيح. فيقول لك سبح اسم ربك الأعلى، ما قال لك سبح ربك الأعلى، قال لك سبح باسم ربك الأعلى. نعم، تسبيح الاسم، تسبيح الاسم. أن تسبح الله لا معنى له، هذه لو سبحت الله هذا معنى لغويا ما له معنى. كيف يعني تسبح؟ كيف تنزيهك لله عن الوقوع في النقص والعلة لا يغير من حقيقة أن الله منزه عن النقص والعلة. فاهمين؟ يعني سبحت أو ما سبحت ما بتفرق، هو سبحانه وتعالى هيك، يعني موضوع ما راجع عندك انت قلتها او ما قلتهاش. يعني اذا ما قلتش اسبحه اذا هو يعني ما مش مسبح، لا، هو ما زال سبوحا، ما زال سبوحا سبحانه وتعالى، سواء يعني ذكرت القضية ام لم تذكرها. فتسبيح الله لغويا ما له معنى، ان الله سبحانه وتعالى سبوح، ما يحتاج الى ان اسبحه او لا اسبحه، تمام؟ فيذكر هنا سبح اسمه، لكن انت مو تسبح الاسم. طب كيف اسبح اسمه؟ إيش الفائدة؟ تسبيح الاسم تعود الفائدة فيه عليك أنت لا عليه هو. تسبيح الاسم الفائدة لا تعود على الله وإنما تعود عليك. لو قلنا سبح ربك الأعلى لربما فهم أن الفائدة هنا تعود على الله، أنت تسبح الله، لا، لكن القضية لا تعود بالفائدة على الله إطلاقا، هي ما في شيء منسويه يعود الفائدة على الله. لكن توضيحا للمعنى، وهذا في صدر الإسلام، توضيح لقضية في منتهى الدقة، أنت تسبح اسمه في قلبك، أنت عم تسبح اسمه سبحانه وتعالى جوا هون حتى تفهم من هو الله. هو الله سبحانه وتعالى السبوح القدوس، سواء فهمت يعني أنا وأنت أو ما فهمنا، الموضوع واحد لا يتغير. لكن مهمتنا أن نسبح اسمه في قلوبنا حتى إذا ما ذكر اسمه كان اسمه موصوفا عندنا بالتسبيح، موصوفا عندنا بالتنزيه عن كل نقص وعن كل علة. قضية جدا دقيقة، أعطيك المثال اللي تفهمه منه. لما تحصل مصيبة في الحياة، مصيبة غير متوقعة، مصيبة ربما أنت عملت سنين طويلة لتجنبها، يعني بذلت جهدك إنه هالمصيبة هي ما تقع. أعطيك مثال هيك يعني بشع شوية. أنا هذا قابلته شخص مش من زمان، يعني في المستشفى دخل علينا أخ عمره حوالي يعني 65 سنة. هذا الشخص يجري كل، طبعا يعني راح يخطر على بالك كثير من الامور لكن ان شاء الله نفندها واحده تلو الاخرى. اول شيء ذكر يعني هذا الشخص يلعب كل يوم رياضه لدرجه انه كل اسبوع يركض ماراثون، يعني كل اسبوع له ماراثون 5-6 كيلو. بحياته ما دخن ولا شيش حتى ولا استخدم اي يعني اي اداء يعني اي سبستنس، ما استخدم اي يعني مواد ضاره بالجسم، هو لا ياكل السكر الابيض اطلاقا، حتى السكر الابيض ما يتناوله في بيته، تمام؟ دخل علينا بسرطان رئه درجه رابعه، كويس، لا يمكن استئصاله، والرجل يعني امامه ربما بضع شهور ويموت، طبعا هو غير مسلم. ف
أنا كنت المضطر أني أخبره يعني بالذي وجد فيه. هو دخل عنده يعني سعاله كان فيه شيء من الدم، فلما يعني أخذت خزعة هذا الذي وجد، فأنا كنت مطلوب مني أروح يعني أشرح له الموضوع. فأنا ماشي بدي أروح أشرح له الموضوع، بفكر كيف بدي أشرح له الموضوع، يعني إيش بدي أقول له؟ هذا قضى عمره كله يعيش حياته حتى ما يصير فيه هيك، وراح صار فيه هيك. الأمر الذي هو بذل جهده ألا يصيبه أصابه. يعني فأفكر في عقلي ما الذي سيقوله لنفسه، لو كنت مكانه ماذا أقوله لنفسي. طبعا هو يعني انهار وغضب، يعني مر بي يعني المراحل الخمسة المعروفة يعني للمصائب. لكن المسلم، أنا تخيلت لو كان واحد مسلم، يا ترى لما يصيبه هذا من يلوم؟ إذا أنت بذلت جهدك في قضية بشكل كامل وأتقنت العمل تماما، ما غلط أبدا، يعني إذا كنت صح 100% اتخذت كل الأسباب الصحيحة، ثم جاء الأمر عكس ما تريد، ترى هذا تكمل لمعنى الطارق لما تحدث عن التوكل، هذه مشكلة من مشاكل التوكل اللي تيجي معاها. فأصبح يعني جاءك الذي كنت تخشاه، الذي بذلت عمرك تتجنبه. أعطيك مثال من الأنبياء، عيسى عليه السلام هو ما علم الناس إلا التوحيد فعبدوه. هو قضى عمره كله يعلم الناس التوحيد ويقول لهم أنا يعني آية من آيات الله فوحدوا الله فعبدوه. وهو عقله يا جماعة بقول لكم أنا آية لتوحدوا تعبدوني، أنا بقول لكم يصحكم تعبدوا واحد ثاني غير الله تروحوا تعبدوني. فيعني أصاب عيسى عليه السلام عكس ما كان، يعني عكس ما كان يريد، هو علمهم العكس تماما. يعني هذا يعني هو لم يرتكب ذنبا ولا إثما في قضية ما يعني ما فعله معه النصارى. ثم يوم القيامة يسأل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، شو قال له؟ قال إيه؟ قال سبحانك. قال سبحانك قبل ما يكمل، هو يريد أن يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. لكن نحن ما انتبهنا، هو أول حاجة قالها سبحانك، إنها جزء من كيان عيسى عليه السلام. فهم معنى التسبيح بحياته، ما بيكون الغلط أو المشكلة أو سبب الفساد، ما بيكون أبداً ربنا سبحانه وتعالى أبداً، ما من لوم الله سبحانه وتعالى ولا على أي شيء. هكذا نحن مسلمون ما بنسوي هيك، في شعب بيسوي هيك، أوه ملايين مليارات البشر تلوم الله على كل شيء. أنت مسلم صح؟ اخترت تكون مسلم، أنت مش مضطر، كن اللي بدك إياه. أنت مسلم من الأدوات التي تملكها والتي تلتزمها في حياتك أنك مع الله تسبح اسم ربك الأعلى، هو الأعلى جل جلاله، تسبح اسمه في كل حال في كل حين وفي كل آن وفي كل حال، دائما سبوح. إجاك اللي بدك إياه سبحان الله، إجاك اللي ما بدك إياه سبحان الله، جاءك الذي طلبته سبحان الله، جاءك الذي تجنبته سبحان الله، أعجبتك النتيجة سبحان الله، رفضت النتيجة سبحان الله، لا تلومه على شيء. ومش هيك لما نصلي، بنركع بناخذ الركوع هو رمز الخضوع، السجود رمز الذل، احنا نتذلل نتضرع الى ننزل هيك في الارض ونقول له دخيلك عطينا ودخيلك سمحنا يعني هبنا واكرمنا وهكذا. اما الركوع فهو رمز الخضوع، انا عقلي خاضع لك، انا كلي خاضع لك. شو بيقول النبي عليه الصلاه والسلام في يعني في الحديث الذي فيه يعني تسبيحات او اذكار الركوع؟ من اذكار الركوع الخاصه بالركوع ان يقول خشع لك سمعي وعقلي وبصري. عقلي أنا أعرف القلب يخشى، كيف يخشى عقلي؟ خشوع العقل التسبيح، خشوع العقل هو أن يسبح الله، أن يدرك العقل أن الله سبحانه وتعالى ليس بملام على أي شيء تظنه في نفسك خطأ. تشوف هيك غلط هيك تقول هذا أنا شايفه غلط، تلوم اللي بدك إياه، بس ما بتلومش الله سبحانه وتعالى. رح تعلمنا السورة مين اللوم، السورة جاي رح تعلمها، لا تخافش ما تقول لك زتيتني في البحر مش عارف امشي ايش اسوي، طيب لا تخافش السورة بتعلم. لكن اول خطوة التسبيح، سبح اسم ربك الاعلى، تسبحه، هو سبوح، هو لا يلام. كأنك لما تركع تقول يا نفس سبحان ربي الاعلى، بس هذيك الشغلة اللي كانت ممكن تنقض سبحان ربي الاعلى. طيب لو انه بس اجتنا هي كان حلت مشكلتي ومشكلة امي وابوي واهلي سبحان ربي الاعلى، ولو اني نجحت بهالمادي لك والله كان الامور سبحان ربي الاعلى، لو ما صابني هالمرض بهالوقت سبحان ربي الاعلى. بتلوم مين؟ سبحان ربي بتلوم مين؟ ليش بتلوم؟
يعني ليش هو النفس هي النفس هكذا النفس تقفز إلى لوم القوة العظمى على عدم حصولها على مرادها في الدنيا هكذا هي النفس البشرية يعني هي النفوس كلها هكذا إلا من رحم ربي إلا نفس عقلت وفهمت معنى سبحان الله إذا فهمتها خلاص أنت مش هيك أنت ملتفت عن هذا الأمر تماما ما هو كيف ألوم الله سبحانه وتعالى مستحيل ألومه هو الذي هو السبوح هو الذي لا يعتريه الخطأ هو الذي لا يعتريه النقص هو الذي لا يعتريه علة أساسا أي شيء مش عجبني فلا ألوم عليه إلا فهمنا المسألة هذه مهمة جدا هذا معنى التسبيح أنزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون فيه نقص أو علة شفت حاجة مش عجباني أبرئ الله منها شفت شيء ما عجبني ما أجد أشرحه ما أجد أفهمه ما قدرت افهم الحكمة منه يا ما بتصير امور ما فهمتش الحكمة واستنيت لك سنتين ثلاثة واربعة وعشرة يا اخي ما بينش معك الحكمة اعمل اللي بدك اياه لكن سبح ربك وربك وبرئه من انت يعني تنسب له عيبا وتنسب له نقصا او علة انت هيك مسلم هيك بتسوي هيك عايش حياتك ترى هذه من قضايا الفصل المسلم هنا وغير المسلم هنا وهون الخط لا يمكن نحن يعني نمزح في الحديث عن ربنا لا يمكن نحن يعني نقول كلمة ناقصة عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن نحكي كلمة عاطلة لا يمكن حتى يعني نسائله لا يمكن نسأله لا يمكن يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما هو ما بيسأل نحن بنسأل هو ما بيسأل فايش مسوي لك مع الله نسبحه اليوم قضية صعبة لكنها تعريف على هذه أداتك في التعامل مع الكون لما تمشي في حياتك هيك أي شيء مش عاجبك سبحان الله مش متعجب من حاجة تعجبنا سبحان الله مش تعجبنا شيء نظرنا إليه فما فهمناه نسبح الله عن أن يكون يعني هذا الذي رأيناه نقصا أو علة طيب كيف نعمل إيش هي مقومات التسبيح هناك أربع مقومات في السورة المقوم الأول ذكرناه ذكرته الآيات الخمسة الأولى المقوم الأول تسبح الله من خلال كونه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى تسبح الله من خلال معرفتك له من كونه تسبح الله من خلال رؤيتك لكونه فتسبحه من خلال هذا الكون تنظر إلى خلقه وتسويته لخلقه سبحانه وتعالى تنظر إلى تقديره تنظر إلى هدايته تنظر إلى حركة الحياة كيف أخرج المرعى فيخرج يافعا شابا يخرج يعني أخضر يعني نضر طري طيب ثم يتحول إلى غثاء يابس أحوى أسود ميت وتتكرر وتعاد الكرة مرة بعد مرة تسبح الله من خلال رؤيتك لكونه أول مقوم مقومات التسبيح أن تعرف الله من خلال خلقه لا يمكن أن تعرف الله من خلال القرآن ترى تعرف الله ليس من صفحة كتاب القرآن إنما من صفحة كتاب الكون الذي يحيط بك لكن إذا عجزنا عن النظر وإذا أسأنا يعني النظر وإذا كانت قلوبنا قد عميت عن قدرتها على الرؤية الصحيحة إذا يعني منعيش في كون ما نقدرش من خلال نسبح ربنا خلق فسوى أي جعل كل شيء مسوى لقيامه بمهمته ليقوم بمهمته التي من أجلها خلق مسوى حتى يعمل مهمته كل مخلوق إلا طبعاً البني آدم يختار أن يفعل شيء مختلف كل مخلوق آخر يقوم بمهمته ما في شجرة ترفض أنها يعني تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين كله بيشتغل كده ما في حيوان يرفض أن يبحث عن زوج ويتزوج وينجب أطفال ويكرم ما في نمر بيشوف الغزال ويقول يلا روح معليش نسامحك المرة ما في إذا جوعان وقادر بيأكله هكذا هي مهمة يقوم بها هو له أمور معينة يقوم بها خلقه الله وسواه من أجلها فيقوم بها هكذا خلق سبحانه وتعالى وهكذا قدر وهكذا هدى كل مخلوق ليقوم بمهمته وهداني وهداك كما وصل لك الفكرة مهمتك كذا قوم بها لكن الفرق الوحيد هو المحور الثاني أنت تختار هم ما يختاروش أنت تختار أنه بدي ما بدي هالكلام هذا البسيط الحلو من أوله هم ما بيسترجوش يقولوا لا الله سبحانه وتعالى لا نحن ما نقوله لا
حاكم كبار ما شاء الله ما كبير وقوي بتقول له لا لربنا سبحانه وتعالى وباقي الجبال واليعني والسماوات كلها تسبح ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء بيسبح كله بيسبح. انت حر عاد تحب تنضم للمسبحين وما تنضمش الموضوع عندك، لكن كل شيء يسبح بحمد الله. الكل الكل قد علم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل علة وعن كل خلل وعن كل عيب، ولم يبق إلا النفس التي بين جنبيك أن تعيا هذا وأن تفهمه وتعقله ثم تحيا بهذا المعنى. هذا المعنى هو اللي بده يحميك، هذا المعنى اللي بده يحميك، معنى التسبيح بيحميك من الكفر، من أن تسقط وأنت أو تزل زلة لا تقوم من بعدها. وكم رأينا هذا؟ رأيناه كثيرا صراحة، هذا رأي هذا أكثر ما رأيته في حياتي. الذين يخسرون أديانهم لا يخسرون أديانهم بسبب قضايا فكرية، واحد جاب له هيك موضوع فكري فيعني لم يستطع الاستجابة للقضية الفكرية، وإنما الذين يخسرون أديانهم يخسرون أديانهم لأمور حدثت لهم في حياتهم لم يسبحوا الله بعدها، لم يسبحوا الله بعدها فخسروا الدين. ما يدروش ما يدروش يفهموا ليش رب حجيت لك وانحرقت مزرعتي، ليش يا رب يعني بعبدك وراح ابني مات، ليش حصل كذا، ليش فيلوم ربنا ويظن ويرى هذا خللا فيه أو عيبا أو نقصا ولا يسبحه، لا يسبح الله إذا ما وقع هذا، وينظر في نفسه ما الذي لم أصنعه أنا، ما الذي كان من الممكن أن أفعله أنا، أين دوري في المسألة، أنا النقص عندي مش عنده سبحانه وتعالى. الدين صعب، هو صعب؟ يا ترى هو صعب ولا نحن الصعبين؟ مين الصعب؟ هو أحد أمرين، إذا أنت بتقول والله مش قادر ألتزم بالدين، طب ليه؟ يا الطريق صعب يا أنت الصعب، يعني أنت المشكلة عندك جوا في حاجة صعبة مش قادرة تمشي على هالطريق، يا هذا الطريق صعب. راح تشوف السورة راح تقول لك، راح تجاوبك السورة، راح تجاوبك برضو أيهما الصعب. وإذا مسلم أنت مقتنع بهذه المسائل، وإذا مش مسلم ما فيش فايدة من الحديث. غير المسلمين ما منعلمهم سورة الأعلى، ما نبدأ بسورة الأعلى معهم، لأنه هذه قضية أنت لما تسلم لما تؤمن بالله بتجي بتتعلمها، لأنه هذه ما هي ليس شيئا تكتسبه من الحياة وإنما أمر ديني بحت تعلمه من قبل الله. الله بيعلمك بيقول لك هكذا تسبح اسمي، فيصبح اسم الله عندك سبحانه وتعالى مسبحا، لا يمكن أن تنسب له نقصا، دائما اسمه مسبح. عشان كانوا يعني يأمرونا ونحن صغار إذا سبحت الله تخيل اسمه، تخيل اسم الله، ما فيك تخيل شكله، ما فيك تلمسه، ما فيك تشمه، ما فيك يعني تسمعه، لكن ممكن اسمه، فيكون اسمه في قلبك مسبحا ومقدسا. وهذا هو المحور الأول، أول مقوم تسبيحه يأتي من خلال نظرك في الكون، خلق فسوى وقدر فهدى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، حركة سير الحياة، بيطلع شاب وطري ونابت وأخضر وبعدين بيصير أسود ويابس وبيموت وبيعيد تاني، وهذا تيسيره وهذا تسييره للخلق. كل واحد فينا هيك، أنا هلأ قاعد يعني لسه بعد 30-40 سنة بقعد ومش شايف قدامي ومش قادي، هذا إذا عشتهم أصلا يعني، وهكذا، والصغير بيصير كبير والكبير بيكبر والكبير بيموت وهكذا، والأمر سائر لم يتغير، ما حدا فينا مميز، ما حدا فينا راح يكون يعني الاستثناء من هالقاعدة، ولا لا لا أنا بدي أعيش يعني إلى الأبد، أفضل ما في حدا، كله بده بالأخير يموت، حق على الكل. وهذه الحركة تبدأ بشبابك يعني يافعا قويا قادرا ثم تضعف. سبح اسم ربك الأعلى إنه الذي لا يتغير جل جلاله، الأعلى ومش عالي، لا هو الأعلى، ما فيش حد فوقه، هو الأعلى. فاهمين الاستخدام الكريم؟ هو الأعلى، لا يمكن أن يتخطاه أحد، لا يمكن أن يعلو عليه أحد. وكلكم خلقكم وسواكم وقدر لكم مقادير وهداكم إلى مهامكم، وكل ويخرج المرعى ويجعله غثاء أحوى، ويعود وتعود الكرة هكذا تمشي على الكل. منحس حالنا هيك محاور الكون ونحن صغار، فإذا عقلنا ممكن نتخلى عن هالفكرة شوي، وإذا لم نعقل بتضل معانا، بتضل نشعر نحن بطل القصة، صح؟ دائما نشوف الفيلم في بطل القصة، باقي الشخصيات مش مهمة، بتموت بتعيش ما مش مهم أصلا، في بعض الشخصيات بالقصة نفسك تخلص منها، يعني بدك أنت البطل يضل هيك معافى وسليم. ممكن البطل يطلع بالسيارة يدعس 500 واحد كلهم مش مهمين، صح؟ ما لهم أي أهمية، بس البطل يعيش، ليش؟ اللي هو المحور تبع القصة. طيب هذول اللي دعسهم ما لهم أهالي أولاد وناس بهم؟ لا لا لا، هذول مش مهمين. وكل يشعر أنه بطل قصته،
صح؟ أنه بطل هذه القصة، وأنه كله يفتل حوالينه. لا، بطل القصة هو الله، وكلنا عم ندور في قصة الله مش في قصتنا. لما تعي هذه المسألة بتكون سبحت، وفعلا سبحت. نحن فقط يعني موجودين، نحن في القصة لنا وجود، لكن محور القصة الله، والكل يدور في فلكه، والكل يدور في رضاه، وهو الذي هو. بس نحن مش إذا مقتنع بعدك أنك بطل الموضوع، الله يعينك. لسه جيتك الدنيا بتغير لك من تفكيرك. كلما تعلمت باكرا أن الله سبحانه وتعالى هو محور هذه القصة، قصة الكون والخلق والحياة محورها الله، الله بس. ونحن موجودين، أعطينا شرف أن نكون جزءا من هذه القصة، هي قصة عظيمة وجميلة، ويكون لنا دور فيها ويعظم دورنا، لكن هو محورها جل جلاله مش نحن. الكون ما بيفتر حوالي أنا، بيفتر حوالينا الله. فيلا انضم للمجموعة، وحاجة تحاول تجبر كل شيء يفتر حواليك، ما بيفتر حواليك، ما في شيء. طيب ننتقل إلى المقوم الثاني. سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، سنقرئك. هذه الآية ما تجد لها مثيلا في القرآن بهذا المعنى، مميزة جدا في القرآن. يعني قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، ليش؟ يعني لماذا يذكر أن يعني هذا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أعظم الخلق مقاما عند الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالخطاب موجه إلى أعلى الخلق، يعني نحن بدنا نفهم الله سبحانه وتعالى. طيب مشان يوضح لنا المسألة بالمقوم الثاني، هو الله. طيب من دونه؟ مين أقرب واحد؟ يعني هو فيش حدا قريب، يعني لكن مين وراء على طول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فلا تنسى، ما تنساش يا رسول الله، إنك بتنسى يا رسول الله، مثلك مثل كل البشر يا رسول الله بتنسى. فسنقرأك ونعلمك، فأنت لست بعالم وحدك، ولم تخرج متعلما، وليس العلم عندك بديهة، وإنما أقرأناك فتعلمت. ولا تنسى يا محمد إذا أقرأناك، إلا ما شاء الله. وإذا نسيت شيئا يا محمد تنسى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم جل جلاله الجهر وما يخفى. اللي يطلع منك معلوم يا رسول الله واللي خافي. فإذا كان هذا مقام حبيب الله، إذا كان هذا مقام أعلى خلق الله مرتبة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يعلم، ما يقرأ إلا إذا أقرأه الله، وأنه ينسى، وما يستطيع أن يمسك بما أقرأ إلا إذا شاء الله له ذلك، لأن الله يعلم جهر النبي وخفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقوم الثاني أن تعي النقص الذي يعترينا نحن، النقص الذي يعتري سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما فيك تفهم تسبيح الله إلا أن تنظر إلى كونه خطوة أولى، فتشوف هو ماذا دبر، ثم أن تعي النقص الذي يعتري خير خلق الله، الأعلى مقاما، أكثر واحد، يعني قمة الهرم في المخلوقات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بآيتين. فكر من ليش بيقول هالآيتين هون، النص الأعلى سنقرئك فما تنساش، لأن هكذا هذا هو، يعني هذا هو شأن النبي البشر، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم كشأن البشر، لا يعلم إلا إذا علم، لا يقرأ إلا إذا أقرأ. والقراءة هنا ليس بمعنى يعني تلاوة الكلمات المكتوبة على ورقة، الإقراء بمعنى أن تتعلم، هذا سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله لما نجي على سورة العلق. الإقراء هنا بمعنى أن نعلمك، يعني خليك تعرف تعي. سنقرئك فلا تنسى، انك تنسى. لا لا تنسى، يأمر ان لا ينسى. لا ليست هذه، ليست، لو كانت للنهي لرأيت الالف المقصوره يعني محذوفه، لكانت سنقرئك فلا تنس، لو كانت للنهي. لما فلا تنسى انك لن تنسى يا رسول الله الا اذا شاء الله لك ان تنسى، يعني انت ما بتنسى لما نقرأك الا اذا شئنا، لكن ذكر له النسيان على انه جزء من كيان النبي عليه الصلاه والسلام، امر يعتريه عليه الصلاه والسلام نقص النسيان كما يعترينا جميعا، لكن الا اذا شاء الله سبحانه وتعالى الا يعتريه هذا النقص ولا يعتريه، وهو يعلم سبحانه وتعالى الجهر، فممكن ينسى النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هذا بمشيئه الله جل جلاله. فالمحور الثاني والمقوم الثاني ان تعي النقص الذي يعترينا كبشر،
ويختار سبحانه وتعالى، يختار إذا ما تحدث عن هذه المسألة أن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الكبير؟ لو قال عني أو عنك وعن واحد تاني تقول طيب هو نحن مدهدلين، طب ما بالك بالبشر الكبار الأولياء الصالحين الكبار؟ إذا كان سيد النبي عليه الصلاة والسلام بده من يقرأه وبينسى إلا إذا شاء الله، فلا عتب على غيره ممن يأتي بعدهم، كلنا أصحاب علل ونقص. طيب المحور الثالث، ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فنسبح اسمه سبحانه وتعالى، فأول مقوم للتسبيح ننظر في كونه، ثم الثانية نتذكر النقص الذي يعترينا، ثم الثالثة يقول ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى، اليسرى الذي هو الدين الذي نحياه. أنا بسألك أيهما الصعب، هو الطريق صعب والله ولا نحن الصعبين، أيهما؟ يقول ونيسرك، أي نسهل لك سبيل الدخول في اليسرى. لم يسمي الدين، لم يسمي الدين ولم يذكر الدين باسمه، وإنما ذكر الدين على أنه اليسرى، على أنه أيسر ما في الكون، وعلى أنه أسهل ما قد تم وضعه في هذا الوجود هو هذا الدين، فسماه وأشار إليه باسم اليسرى، هو السهل. ونيسرك لأسهل حاجة موجودة، ومنسهل لك وصولك لأسهل حاجة موجودة. هل لأنه ننتهي عن الفواحش والشرك والخمر والزنا يعني والغيبة والنميمة؟ هذا يا رب أسهل حاجة في الدنيا؟ هذا أسهل؟ نعم أسهل شيء هذا، لأن السهولة فيه ليست فقط في فعله، وإنما في عاقبة فعله، أي في عاقبة المشي على هذا الطريق الميسر أن تجد اليسير. تخيل معي لو كان الموضوع كالتالي، الطريق في الدنيا صعب لكن النتيجة بعدين سهلة، والطريق الحرام يعني في الدنيا سهل والحاجة بعدين صعبة، تقول لي طيب هكذا وازلنا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لا، الإسلام إذا سرت عليه فالطريق في الدنيا سهل ثم العاقبة في الآخرة يسر، يعني كمان سهل، وإذا مشيت عكسه فالطريق في الدنيا مصاعب ومشاق، وثم في الآخرة أيضا مصاعب ومشاق، حتى ما يبقى لك يعني سبب أن تختار الثاني. لو كان الأمر متوازن تقول طيب يعني في خذ واعطي، يعني هذا سهل هون وصعب هنيك، صعب هون سهل هنيك، لا، يقول جل جلاله بل هي سهلة هنا، هي يسيرة هنا ويسيرة هناك، والتلك تلك عسيرة هنا وعسيرة هناك. هذا بيتفصل بعدين أكثر سورة الليل بس راح يجي تفصيله. فليش ما تختار هذه؟ أكيد لازم تختار هي، يا سهلة هنا وسهلة هناك. طب يعني بلا مؤاخذة شيخ، يعني من وين لوين؟ يعني يسيرة هنا وهناك، فهمنا هناك وين يسيرة هنا؟ إلا أن يكون أحد أمرين، إما أن يكون الطريق هنا شاق، أو أن تكون النفس التي بين جنبيك شاقة، واحدة من الاثنين. يعني يا الطريق هذا صعب، يا المطية اللي أنت مشيها بالطريق هذا مش صالحة، خربان، هي الصعبة، واحد من الاثنين. إذا كنت تسبح الله فاختيارك واضح، إذا التسبيح مبدأ عندك فاختيارك واضح، طبعا مش طريقك صعب يا رب. أنت تقول لي ونيسرك لليسرى، فهذا الطريق أنت أخبرتني أنه يسير، فإذا المشقة لم تأتي من الطريق، وإنما أتت المشقة مني أنا، المشقة عندي أنا الصعب، مش طريقك الصعب. الصعوبة ليست في الطريق وإنما في نفسي. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ لما بالضبط هذا مختلف، هذا بالمكاره بما يظهر لك أنه أنك تكرهه، يظهر لك أنك تكرهه، يظهر لك أن ترك الزنا مكروه، هكذا يظهر لك، يظهر لك أن هذا أمر مكروه، لكن هو في حقيقته ليس بمكروه، بل النفس إذا ما اعتادت على 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 حسن الخلق واعتادت على الفضيلة أحبت، يعني أحبت ترك الزنا وأحبت ترك الشرك وأحبت ترك الفواحش، أحبت النفس ذلك. إنما قضية النفس هي
هي بالأساس النفس لما تخرج على وجه الدنيا طبعا بتحب المحرمات وتستصعب البقاء في الحلال، لكن هذا لا يبقى، هذا ليس مستمرا، المشكلة في النفس التي لم تتغير بعد. لكن هو يقول نيسرك لليسرى، يعني هو الأمر ميسر إذا أنت يسرته. وجيب الطفل الصغير أبو سنتين تمام هو مريض، وجيب له دواء، أعطيه الدواء لشوف، أعطيه الدواء للطفل. اللي عنده أولاد بيعرف بالضبط أنا عن شو عم بيحكي هلا. جيب ولد صغير عنده حرارة وحاول أعطيه دواء، شو بيصير فيك؟ إيه بتكره حالك وبتكره مرتك وبتكره الولد وبتكره الدنيا ساعة اللي خلق فيها، ومستعد إنك تتبرى منه لأنه أسوأ ساعة يعني 10 دقائق يمروا عليك في حياتك إنك توصل معلقة الدواء لتم الولد، بدك 2 يسبتوه من إيديه، 1 من رجليه، وتمسك له راسه وتسكر له مناخيره وتدحش له المعلقة وتخليه يبلع، ولك وبعدين بيمتؤن عليك وعلى أهلك وبترجع تعيد الموضوع تاني، ولك يا ابني كلها مش عم تموتش، مش عم تموت كلها مشان اللي خلقك، لك مش راضي. فأيوه فايش الموضوع؟ هل معلقة الدواء صعبة ولا مشقة منه؟ المشقة من مين؟ يعني التعسير في هالمسألة هي من مين؟ التعسير من معلقة الدواء يعني هي صعبة لهالدرجة هي، ولا التعسير من الطفل اللي مش راضي يشرب؟ ويعني لله المثل الأعلى، والأمثلة تستمر في الحياة لكن بصور مختلفة. نفس القضية، هو الطريق مش صعب لكن احنا الصعبين، هي النفس ما بدها، نحن اللي ما بدناش، نحن اللي بدنا شيء ثاني، في دواخلنا هناك رغبات أخرى. فعسرنا على أنفسنا أمرا يسره الله لنا، فقال ونيسرك لليسرى فذكر. يا رسول الله ذكر، إن نفعت الذكرى، ذكر بهذا الكلام من الذين من الممكن أن ينتفعون من ذكرى هذا الكلام، ذكرهم الموضوع مو هيك، هو مو صعب، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر هذا الكلام من يخشى، اللي عنده شوية خشية سيتذكر هذا الكلام، لن يكون عنده مشكلة. الذي إيش الخشية؟ ترى الخشية طبعاً من معاني التسبيح برضو. الخوف مختلف، الخوف وجل، لأن الخشية فيه معنى الإجلال، الخشية هو أنك تدمج الخوف مع الإجلال مع المحبة، تطلع حاجة اسمها الخشية، تحط 3 شغلات مع بعض، تحتاج إلى إجلال، تحتاج إلى احترام، لازم تحترم، يعني الخشية لازم يكون فيها احترام لله، إجلال لله، تعظيم لله سبحانه وتعالى، لازم يكون فيها تسبيح لله جل جلاله. سيذكر من يخشى، لأنه يعني شوية تسبيح بيتذكر وبيستفيد. الطريق مش صعب، الطريق مش صعب. المقوم الثالث أن تعي أن أسلوب الحياة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لك أسلوب ميسر لك، هو خلق فقدر هداك، وهذا أسلوب ميسر. إذا ملاقي صعب فالمشكلة منك، ويتجنبها الأشقى. شوف سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الأشقى الذي اختار لنفسه الشقى، مش الشقي لا، الأشقى. ليش الأشقى يا رب؟ ليش مش الشقي؟ الشقي ربما يشقى الآن يرتاح بعدين، الأشقى هذا شقيان في الدنيا والآخرة، بهدل حاله بالتنتين، هذا بهدل نفسه في الدنيا والآخرة، أشقى أشقى واحد. يا مسكين عشت مش مبسوط في الدنيا ورايح يوم القيامة على آخر مش مبسوط فيها، ليه؟ ليش تجنبت هذا المعنى؟ ما نحن يسرنا لك اليسرى، ميسر سهل هو، لا ما كانش سهل، لا هو كان سهل، المشكلة كانت عندك. في نكتة قرأتها من فترة يعني كانت فائدة، واحد بعت لعمه بيقول له يا عمي أنا بدي أطلق بنتك، نكدت علي عيشتي، فقال لها قال له يا عمي لما أخذتها من عندي كيف كانت؟ ما كانت فرفوشي وظريفي وحبابي؟ قال بلا، ما المشكلة مش يعني سوء في التصنيع، سوء في الاستخدام، يعني سوء في الإدارة، أنت مشكلة عندك مش عندي، مشكلة في عندك أنت. هذا حال يعني 90% من المتزوجين. لكن المعنى بسيط، المعنى بسيط جدا، من ييسرك لليسرى. مقتنع معي انه ييسرك لليسرى؟ بسألك انا، مقتنع في قلبك؟ جاوب. اذا مقتنع معناته لسه مسبح، هذا معنى التسبيح، مقتنع. سبحان الله، مقتنع سبحان الله. الصعوبة في الإسلام ليس نقصا في الله، فاهمين شو بحاول أشرح لكم؟ الصعوبة في الدين ليس نقصا في الله، ليس خللا من قبل الذي وضع الأسلوب، ليس خطأ من الذي سن السنة، ليس منه. الصعوبة في الإسلام مني أنا، أنا أنا الغلط، أنا الصعب، مش الله سبحانه وتعالى، هو حطه سهل، هو حطه يسير، هو يسر هو يسرني لليسرى، أنا المصيبة مش هو، مش الذي وضعه، فاهمين؟ ولا ممكن تقول والله هو صعبها كثير، نقولها عن المزح لكن نفكر. سبحان الله، هذا الـ هذا الـ هذا الأسلوب الذي وضعه للمعيشة، هذه السنة، هذا المنهج الذي جعله الله في الأرض منهج
يعني سليم من الباطل، حق خالص، هو اليسرى بعينه، هو اليسير بحد ذاته. أي صعوبة تجد فيه هذه الصعوبة منك أنت، منك أنت. وببساطة أشرح لك الموضوع. الدراسة يا إخواني صعبة ولا مش صعبة؟ والله كل واحد له حسب، حسب. ما أحيانا صعبة أحيانا مش صعبة، الموضوع عندك. إذا نفسك تلعب فيفا ولا تلعب كذا أصعب مصيبة. إذا عندك إخوة بدك تسهر معهم أكيد ولا أصعب منها. إذا ملتهي بموضوع ثاني ولا تقدر تدرس ولا ثانية، بصير أبشع حاجة في الكون الكتاب. وإذا حابب المنهج وحابب الدراسة وعارف إيش رح يجيب لك بعدين، سهل القضية عندك أنت. هو يقول الكتاب نفسه اثنين عاديين، واحد أدران يدرس وواحد مش أدران. القضية عندهم مش مش مش, مش, مش هذا الكتاب نفسه ذاك الكتاب، مش كتابين مختلفين، نفس المنهج. وتقولي طلع هو في شوية صعوبة في الدراسة، نعم، لكنه يأتي لك باليسر في الدنيا والآخرة. أنت ابنك بتقول له ادرس اكتب وظيفتك، هذا أحسن شيء ممكن يسوي له، ممكن هو أحلاله هلا الأيسر له يروح يلعب. لكن أنت بتعرف إذا ما خليته يدرس هلا بده يشقى في الدنيا والآخرة، يتعب، يكبر ما عنده علم، ما عنده مصلحة، ما بيفهم شيء، يشتغل إجير وبيشتغل بالإفعال وما راح يكون مبسوط، راح يكون فقير وتعبان ويطلع عليك بس يكبر يقول لك ليش يا أبا هيك عملت معي؟ اللي والله بنت صغير يعني ما حبيت أعسر عليك، لا. كنت بتيسر لي لو علمتني، فاهمين المعنى؟ فنفس القضية، في بعض الاختيارات في الدين ممكن تكون يعني متعبة في البداية، لكن في صميمها اليسر، في صميمها اليسر، بس أنت فوت. يعني نفس المثال لأي شيء في الدنيا، تتعلم تتعب بتصير بعدين. في صميم اختيارات الله لك اليسر، لكن المشكلة مش فيها، المشكلة فينا نحن. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تؤخذ منه القدرة على أن يموت في الآخرة في النار، يعني بدي يموت يا أخي، بس بدي أموت، عايش أموت؟ لا. طب أنا مش عايش كمان في الجهنم، أوكي صح، لا لك عايش ولا لك ميت. ما فيك تسمي الوضع اللي أنت فيه والعياذ بالله أو اللي ساكن النار لا يستطيع أن يقول عن نفسه في النار حيا، هاي مش حياة، هذه مش حياة، ومش قادر أموت برضو. تخيل تختار لنفسك اختيارا شاقا عليك في الدنيا ثم يوصلك إلى مكان لا فيه موت ولا فيه حياة. إيش الاختيار؟ سامحني، إيش الاختيار؟ غبي، ما حد يختاره، ما في عاقل يختار يحيا بهذه الطريقة، ما في عاقل إلا أن تكون البصيرة قد طمست تماماً. شوف التسبيح من مقوم أول واحدة، تعرف الله من خلال كونه. ثانياً تعرف النقص الذي يعتري البشر. الثالثة أن تدرك أن الطريق الذي اختاره لك طريق يسير في الدنيا والآخرة، والعسير هو في نفسك. طيب لسه تقول لي لسه ما أعطتنيش الحل، الحل يأتي في المقطع الأخير نقرأه. كيف نوفق بين الكلام هذا وبين أنه حبة؟ نعم، فأنا هو سألني من ثاني المكاره هنا والشهوات، هذه قضية متعلقة بالنفس، هذه رؤى، هذه رؤيتك لها. المكاره بمعنى أنت رأيت الشيء فرأيته كريها، لكن في صميمه هو ليس كريها، لكن أنت كرهته في البداية لأنه شاق على نفسك أنت. لكن إذا ما تطيبت نفسك وحصل الذي سنقرأه في الآية القادمة لن تصبح مكاره، ما بتضل مكاره. الصلاة يا أخواني ما بتكونش هي مش من المكاره، هي في المكاره في البداية، أول ما بلش تصلي مش عارف حالك شو بتسوي، صعبة، لكن إذا ما أتقنتها واتصل قلبك بالله أصبحت يسيرة وأصبحت جميلة وأصبح شيئا يعني يعني كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. هو يحبها، طب كيف يحبها؟ الزنا يا أخواني عند الذي لم تتزكى نفسه كما سنقرأ في الآية القادمة أمر محبوب، وعند الذي تزكت نفسه أمر كريه لا يريده، يأنف منه. يا إخواني في من الجاهلية بشر كانوا يقرفون من هذه المسألة، كانوا يرونها قضية دونية لا يمكن أن يقع فيها الإنسان. النفس ممكن تتزكى، ممكن تنضف، ممكن تتعلم. هي نعم حفة الجنة بالمكاره في البدايات، أول ما تبلش بتطلع الجنة هيك يا لطيف كلها يا أمور يعني النفس بدها إياها، طلع النار كلها أمور النفس ما بدها هيك. لكن إذا ما تغيرت النفس الطريق واحد، لكن تغير ما، وهذا الذي سنقرأه في الآية القادمة. نكمل إن شاء الله السورة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. فإذا نظرت إلى الكون فعرفت أن الله سبحانه وتعالى لا يعتريه النقص والعلة فسبحته، ثم عرفت من نفس البشر أن البشر مهما عظموا ومهما كبروا سيبقى فيهم النقص موجود، ثم نظرت فعرفت أن الطريق الذي وضعه لك طريق ميسر في صميمه في كنهه وفي أصله هو يسير، وإذا رأيته معسرا فقضية عندك. إذا أصبح المقوم الرابع مقوما تصل إليه دون أن تقرأ السورة، أمر يعني مستنتج، الأمر المستنتج. إذا النقص فيني أنا طلع مش في الله سبحانه وتعالى. إذا ما الذي أصنعه؟ الذي أصنعه هو أن ألتفت إلى نفسي فأحسن من شأنها. بس عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المسبح، هو السبوح، هو الكامل، وعرفت أن القضية والمشكلة والصعوبة عندي. إذا ألتفت إلى مين؟ ألتفت إلى الله باللوم أم ألتفت إلى نفسي بالإصلاح؟ قد أفلح من تزكى. نفس المبدأ سيتم شرحه بتفصيل أعظم سورة الشمس. لسه الموضوع ما راح نترك، ما راح يتركك سبحانه وتعالى. طب كيف؟ لا لا، جايك بالحكي، جايك يشرح لك بالضبط الموضوع كيف بده يمشي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. شوف ذكر اسمه ثاني بعد ما قال سبح اسمه، فصلى زكى نفسه وتذكر اسم ربه اللي سبحه هو من شوي، فصلى، فأدى ذلك إلى أن بحث عن الصلة. هنا ما تحدث عن الصلاة اللي هو الفرائض وكذا، يتحدث هنا عن الصلة. فصلى أي وصل نفسه بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحل. بدك الحل اللي يجي من عندك؟ بدك تعرف أنه سبوح، بدك تعرف هذا الموضوع من كونه ومن خلال نظرتك للناس ومن خلال نظرتك للدين، وبعدين بدك تلتفت لنفسك وتصلح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثلاث أمور بدك تمشي، بدك تزكي، بدك تعرف من هو، تتذكر من هو سبحانه وتعالى، وهذا يؤدي إلى أن تقوي صلتك به جل جلاله. بل شايفين محلاها؟ بل كم مرة بتجي بل؟ كتير. بل جملة، بل هي حرفين لكن جملة مفيدة في اللغة. بل بتقول لك لا، المشكلة مش هيك، المشكلة هي كذا، القضية ليست كذا، وإنما القضية هو الآتي. لك لا، المشكلة مش إنكم مش عارفين تسبحوا، ولا المشكلة إنكم مش عارفين إنه هذا الطريق هو السهل. كل واحد هون من جوا عارف لا هذا أحسن. اللي عايش قريب من الله سبحانه وتعالى، بعيد عن المحرمات، بعيد عن الفواحش، بعيد عن الذنوب والمعاصي، عايش عارف إنه أنت عارف مبسوط ونفسك تكون هيك، وعارفوا انه هو مش يعني حياته هيك سهله وحلوه وجميله، كلنا تعرفين هذا الكلام، عقلناه وفهمناه، لكن وين المشكله؟ المشكله تؤثرون الحياه الدنيا بس تؤثرونها، نفسكم الدنيا بس، مش الدنيا، الحياه الدنيا. الدنيا ما فيها مشكله، الدنيا هي دنيا الله سبحانه وتعالى، فيها نزل كتابه، وفيها بعث انبياؤه، وفيها يحصل الصالحات، ما في حدا يذم الدنيا، لا تذم الدنيا، ذم الدنيا هذا يعني كفكر غلط. يعني هو طبعا ذكره العلماء لكن ذكروه مجازا، يعني فهمناها غلط. الدنيا لا تذم، تذم الحياة الدنيا، انك تعيش حياة دنيئة، حياة لا قيمة لها، حياة لا معنى لها، حياة لا غاية كبرى لها، حياة لم تمشي فيها على الطريق الصحيح ولا على الصراط المستقيم. وليست القضية هي الدنيا، الدنيا بسيطة، الدنيا كيف يعني كيف نصل الى الآخرة بدون دنيا؟ يعني في سبيل تصل فيه الى الجنة دون الدنيا؟ بدون الدنيا ما في جنة أصلاً. فالدنيا عظيمة، جميلة الدنيا، مهمة الدنيا، جزء أساسي من وجودنا الدنيا، لكن المشكلة أننا نؤثر الحياة الدنيا، نفسنا فيها، ما بهمناش الباقي. أحدثك عن الآخرة وعن البعث وعن العقاب وعن الثواب وعن يوم القيامة وعن مرضات الله وعن عظمة الله، تسطح الكلام كله، لأنه هون في الدنيا جئت حاجة وخلاص مقتنع فيها ومبسوط. بل تؤثرون الحياة الدنيا. ثم يقول لنا والآخرة خير وأبقى. الآخرة ترى أحسن وبتضل أطول، أبقى. كيف تختار الدنيا؟ ممكن لو مرة تانية حتى نوازن، لو قلنا والله الآخرة مش كل قد حلوة بس أبقى، تمام، لكن الدنيا حلوة بس بتخلص، منوازنها، نقول يعني ها أفكر في الموضوع، أخذ الكواليتي ويعني هلأ يومين ثلاثة وخلاص يصطفل بعدين، ولا أروح بعدين أعيش فترة طويلة بس يعني الموضوع أي كلام، نبدأ شو أخص أي كلام. في الدنيا نفس الاختيارات نختارها على طول، نفس الاختيارات نقوم بها في الدنيا، في يعني دراساتنا واختيارنا لمهننا وزواجنا نفس الاختيارات. بس الله سبحانه وتعالى قال لك لا، الموضوع ما في توازن،
ما في توازن. الآخرة أحسن وأبقى لك. أحسن أحسن يعني أي حاجة أكلتها هنا في الدنيا أطيب يوم القيامة، أي متعة استمتعت فيها في الدنيا أمتع يوم القيامة، أي صحبة صحبتها في الدنيا فتعلقت بها هي أجمل يوم القيامة، أي علاقة كانت لك في الدنيا وجدتها عظيمة ستكون هناك علاقة أعظم وأجمل منها في الآخرة. يعني أي شيء في الدنيا لك في الآخرة أحسن لك، أحسن أحسن، راح تكون مبسوط أكثر. يعني كمية السعادة التي ستنتجها المتع في الآخرة أكبر بكثير من كمية السعادة التي تنتجها الأمور في الدنيا. وأزيدك من الشعر بيت لك وأبقى، يعني بطلع على طول واحد يقول لك وهي أحسن وأبقى وهي سيئة وبتخلص دغري. في عاقل بيختار يدخل على المحل يقول لا لا أعطيني السيء اللي دغري بيخلص، لا لا هذا هو خير وأبقى، لا 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 ما بدي الخير والأبقى، بدي هذا اللي بيخلص دغري وبيخرب والسيء هيك العفن أعطيني إياه. في حدا بيعمل هيك؟ تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم نهاية عجيبة في السورة، يعني نهاية ما عندنا لها يعني مرة أخرى أمثلة كثيرة إلا يعني ربما واحدة أخرى. إن هذا الكلام الذي سمعتموه لفي الصحف الأولى، يعني أول ما أنزل الله الصحف على الأنبياء علمهم هذا الكلام. في أمور في القرآن ما نزلت على موسى ولا على عيسى ولا علمها أنبياؤنا يعني أجدادنا الأنبياء الأوائل، ما ذكرت في كتبهم. اقتصر الله على بعض الأمور الأخرى. مما اقتصر الله عليه من الأمور الأخرى التسبيح. أول ما تسلم، أول ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلا صرت الآن مسبحا. كيف يعني؟ يعني خلاص ما بتلومه على شيء، ما بتوجه له نقد، ملك شايف إنه في نقص من قبله، ملك شايف إنه في علة ولا خطأ جاي من طرفه، ملك شايف إنه كان ممكن يعمل شيء أحسن من اللي عمله. أبدا أبدا، في قلبك من جوا أي شيء غلط عم يصير حواليك أنا سببه، أنا كان فيني يكون أحسن، أنا كان فيني يكون أفضل، أنا كان فيني أحسن نفسي. نرجع للمثال اللي ذكرت لكم إياه في البداية، هذا الشخص المسكين، مسكين هو، خلاص مع 3 شهور يموت، عمل كل حاجة صح وما تطلش معاه، مين يلوم؟ من يلوم؟ يلوم الله؟ ليش يا رب ما عملت كل حاجة صح؟ ولا يقبل ويرضى ويسبح الله سبحانه وتعالى ويقول كان ربما يعني بإمكاني أن أكون أفضل، كان ربما ممكن أحسن أكثر من نفسي، ويلتفت إلى نفسه فينظر هل كان من الممكن أن يكون أفضل ويركز على نفسه وبس. تقول لي هاي مستحيلي، لا هي مش مستحيلي، هي صعبة لكنها مش مستحيلي. على واحد مسبح، على إنسان على ذات قد جعلت التسبيح مبدأها في حياتها ما في مشكلة. إذا أنت إنسان مسبح تسبح الله سبحانه وتعالى ما عندك إشكال، ما عندك إشكال، أنا عملت اللي علي وهو هكذا قضاء، هو قدر وهدى، هذا قضاؤه وهذا قدره، أنا رضيت، هذا مش نقص منه سبحانه وتعالى، بل ربما هذا المرض أتاني حتى يطهرني من كل عيب، حتى يطهرني من كل ذنب فألقاه صفيا خاليا نقيا فأدخل جنته بلا حساب. ربما هيك، شو بشع السيناريو يعني؟ يعني وجه السيناريو هذا يوم القيامة أنت على تخبيصك في الدنيا راح أكلت لك علقة يعني تعبانة لما تموت، ووصلت يوم القيامة ما عليك شيء، أنت جاهز على تحاسب على البلاوي يقول لك لا 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 ما هي آخر واحد اللي أكلتها، العلقة هاي اللي أكلتها يا لطيف شلت لك كل أمورك منها، غسلتك بالغسل أبدا، نظفتك على الآخر، ما عندك شيء، ما عندك غير الحسنات، كان نشوف قد ايش بيطلع. يلا تفضل، يعني تزعل على السيما ما تزعلش، بس أنت عاد بتسبح ولا لا؟ التسبيح بتفكر بهي، هاي ربما هيك على الأغلب، هيك على الأغلب هو سبحانه وتعالى هيك عمل سبحته، وإذا ما فكرت بالتسبيح بتقول إيش هاد، إيش هالكوميديا الإلهي اللعبي، شو هالقدر الأحمق الخطأ. جل جلال الله، سمعت الكلام من قبل ولا لا؟ هذا كلام يقال يعني متداول في تراث شعبي والناس يعني تتناقله، عاد أي كلام منهم أي هذين الكلامين أحمق، ما أنت اختار، عاد أنت تختار ما الذي يعني عليه، ما هو الصحيح وما هو الخطأ. ترى هذا الفرق بين المسلم وغير المسلم. معنى التسبيح 4 مقومات، رقم 1 تعرف الله من خلال كونه فتسبحه، تسبح اسمه فلا ترى فيه نقصا، ثم تلتفت فتعي أن النقص موجود عند البشر مش عنده، ثم تعي أن الطريق الذي رسمه لك هذا طريق يسير أي مشقة فيه ليست منه وإنما منك، ثم المقوم الرابع أن تلتفت إلى النفس التي بين جنبيك فتسعى في تزكيتها وتذكيرها باسم ربها وصلتها بالله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك سبحت الله. هذا التسبيح،
قول سبحان الله إما بدك، لكن هذا هو التسبيح، أن قلبك يعي أن الله سبحانه وتعالى ليس من الذين لا يخطئ. الخطأ مني، النقص مني، العيب مني، أنا فيني صير أحسن وبصير أحسن. هذا الكلام قلت لكم إياه كلام قديم قدم الدهر في صحف إبراهيم وموسى. هذا في صحف إبراهيم، يا سلام ما أقدمه. وصلتنا صحف إبراهيم شيء نحن؟ ما عندنا. صحف موسى يدوه، صحف إبراهيم هذا الكلام. إبراهيم الذي ما وصلتنا صحفه كان فيه هذا المعنى، فهذا معنى قديم قدم الدهر. أقف عند هذا نكمل الأسبوع القادم، أنا مناوب فما في يعني حلقة الأسبوع القادم، ترتاحوا مني. نشوفكم الأسبوع اللي بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أذن الله يجزاكم الله خير.